وحول هذا المحور يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من أبو ظبي الخبير العسكري العميد ركن متقاعد خلفان الكعبي. في البداية نبارك لنا ولكم سعادة العميد بالعيد الوطني الإماراتي. لا شك أن لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة دور كبير في المجال العسكري في مكافحة الإرهاب في المنطقة وفي العالم أيضا. هل تحدثنا أكثر بهذا الخصوص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للتهنئة، شكرا لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا. حقيقة تغطية استثنائية لتلفزيون البحرين، أشيد بها المبادرة، وهذا الشيء غير مستغرب من أبناء البحرين. أبناء البحرين هم أخوة لنا بكل ما تعنيه الكلمة على طول الأزمنة. حقيقة الإمارات والبحرين علاقات عسكرية، علاقات أمنية متميزة في مجالات عدة. التعاون هذا ناتج عن إيمان القيادتين البحرين والإمارات بأن أنها مخاطر في المنطقة وتستلزم التعاون القريب لمنع هذه المخاطر، لدرء هذه المخاطر. حقيقة الإمارات من بداية تأسيسها ساهمت وبشكل كبير مع أشقائها العرب ومع المجتمع الدولي في عدة أماكن. بداية من تأسيسها كان لها دور وحضور قوي جدا. الإمارات على لسان مؤسس الإمارات طيب الله ذراع الشيخ زايد بن سلطان، قال بأن حاجتنا للجيش القوي هو للدفاع عن أنفسنا، وحاجتنا لمساعدة الشقيق ومساعدة الصديق. الإمارات طوال فترة 48 عاما وقفت وبقوة أولا مع أشقائها وساندتهم في كل المحافل، لها وقفات حقيقة استثنائية. مملكة البحرين أيضا لم تغب عن المشهد، كانت متواجدة. لعل التواجد الحالي في لقوات الإمارات والقوات البحرينية في اليمن يعكس هذا الاهتمام، ويعكس أن لدى القيادتين لديهم إيمان هام بأن لديهم الدور الرئيسي في الحفاظ على أمن المنطقة، وهذا حقيقة واضح. أيضا لا ننسى أيضا في تقريركم لعلكم أنتم أشرتوا له أن هناك تحالف لحفظ الأمن في مضيق هرمز وباب المندب والمنطقة التي تعرض لهجمات. فحقيقة البحرين هي من تستضيف هذه القيادة، والإمارات دولة أساسية مشاركة إلى جانب بعض الدول العربية والدول الصديقة مشاركة في هذا التحالف. فالقيادتين لديهم إيمان كامل بأن أمن المنطقة سيتحقق بالتعاون الوثيق بالعمل الدؤوب. الإمارات ولله الحمد شاركت في عمليات كثيرة كما أسلفت، شاركت في عمليات كثيرة، وهي تؤمن بأن لديها دور رئيسي لبصالة أشقائها، ولن تتردد في تقديم المعونة. العلاقة البحرينية الإماراتية حقيقة علاقة متميزة يعني بكل ما تعنيه الكلمة. البحرين دولة حقيقة دولة يعني تسعى بكل ما تستطيع لاستقرار المنطقة، والإمارات أيضا هذا هو هدفها. علاقة متميزة، القيادتين تشتركان في نظرة موحدة، نظرة إيجابية، واتمنى كل الدول تحذو هذا الحذو. علاقة الإمارات والبحرين علاقة حقيقة متميزة، وهي مثال للتعاون المثمر في سواء كان أمني أو نعم. عسكري أو في مجالات أخرى. نعم، من أبو ظبي الخبير العسكري العميد ركن متقاعد خلفان الكعبي، شكرا جزيلا لك.